الصحابه دي الشباب اللي كل المحمود. بقالك قد ايه هنا يا حاج؟ نعم بقالك قد ايه هنا؟ بقالي كتير. شفت ايه بقى؟ شفت حرام، شفت شباب زي الورد جسمته احسن من المجلس العسكري كله، وانتوا بتساعدوا على الحدود بيعملوا على الشعب المصري اسود، منهم لله منهم كلهم حراميه زي بعض، كلهم